حطني رقم واحد في القصير. اهلا بيكم في حلقه جديده من فانتسي بالخمسينه. فانتسي بالخمسينه الاسبوع دوت فيها كلام كتير عن الجوله دي وعن الجوله اللي جايه. فطالما الحلقه وصلت لك انزل اعمل لايك وفعل الجرس لو اول مره تشوفنا، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول. تعالى بقى ايه نتكلم عن الفانتسي ومين خزوقك ومين روقك وهنجيب مين وهنسيب مين، كلام كتير قوي. فيلا بينا نبدا. انا الجوله دي ما عملتش فيها اي ترانسفير ودخلت بنفس التشكيله بتاعت الجوله اللي فاتت، ما عملتش اي تغيير. قلت اصبر على الايمن اللي معايا، اللعيبه اللي معايا قلت اصبر عليها، ادوارد صبرت عليه، قلت اصبر على شو ماشي دلوقتي، قلت اصبر على رجليو، صبرت على كذا لعيب وفي كذا لعيب عمل حاجه وكذا لعيب ما عملليش اي حاجه خالص. انا الجوله دي جبت 53 نقطه، اعلى من الافرج ب 10 نقط، وفي لعيبه كتير ما عملتش حاجه. واللي انقذني في الجوله دي بصراحه هو انطونيو. كنت مكابتن انطونيو قدام ليدز، قلت اكيد انطونيو يعمل حاجه قدام دفاع ليدز دون. فانطونيو جاب 8 نقط، بيك كابتن ابو 16، صلاح جاب جون، جيكو جوتا جاب جون، اسماعيل صار جاب جون، رجليو انقذني باسيست. فالجوله دي هي جولة متخبطة بس الحمد لله عدت، يعني الجولة عدت وكده وجبت 53 بونت. وكمان انا دلوقتي مركزي على العالم 600,000، داخل 600,000. انا اللي عاجبني في الموسم ده اللي انا كل جولة بعلى، كل جولة بنط 100,000. من جولتين كنت 800,000، الجولة اللي فاتت كنت 800 تقريبا او داخل على 700. في الجوله دي في اول الجوله كنت 700,000 وفي اخر الجوله بقت 600,000. فده كويس ان انا بطلع في الترتيب في جوله عن جوله بطلع اكتر. فالجوله دي كانت بالنسبه لي مرضيه نوعا ما، وانا كنت مستني حاجات كتير من لعيبه كتير وما عملوهاش، فكانت نوعا ما جوله مرضيه بالنسبه لي، ولكن الجوله دي ما كانتش مرضيه لناس كتير. اعلى لاعب جاب نقط الجوله دي هو هوز من استون فيلا، جاب 15 نقطه تقريبا، جاب كلين شيت وخد بونس وجاب جول. فهوز هو اعلى لاعب جاب بوينت في الجوله دي. تعالى بقى نخش فقره جديده هتبقى معانا نوعا ما في الاسابيع اللي جايه، وهي فقره خوازيق الجوله ومعلمين الجوله. خوازيق الجوله، الجوله دي لاعبين كتير ولاعبين كبار كانوا بلانك، اولهم كريستيانو رونالدو كان من خوازيق الجوله، جت ضربه جزاء في اخر دقيقه المباراه وكمان ما شاطهاش برونو هو اللي شاطها. رونالدو من خوازيق الجوله، برونو فرنانديز من خوازيق الجوله، لوك شو من خوازيق الجوله ما عملش لها حاجه وخد انذار وخرج مصاب. من خوازيق كمان الجوله لوكاكو قدام مانشستر سيتي ما عملش اي حاجه، وكان من خوازيق الجوله. وفي خازوق كبير قوي كده بقى اسمه جوارديولا. جوارديولا كل ماتش لازم يفنن، لازم ما يلعبكش حد. والجوله دي المباراه الثانيه على التوالي بيقعد فران توريس على الدكه، ما بيلعبوش، بيخزوا ناس كتير فران توريس مع ناس كتير، وناس كتير اتخزوقت من جوارديولا. فجوارديولا دخل معانا من خوازيق الجوله، ومانشستر سيتي كلها كانت من خوازيق الجوله. وكمان اللي كان من خوازيق الجوله هو ماركوس الونسو. كله كان مستني نوعا ما من الونسو اللي يعمل حاجه، لكن كان بيلعب مانشستر سيتي فولا خد كلين شيت ولا اسيست ولا اي حاجه، فكان الونسو من خوازيق الجوله. من خوازيق الجوله برده كان ارنولد ما عملش اي حاجه برده، دخل فيه 3 اجوان، جاب بوينت واحد بس. فارنولد برده من خوازيق الجوله. معلمين الجوله بقى، اول واحد معلم للجوله دي هو حارس وولفرهامبتون. حارس وولفرهامبتون عمل اسيست، طلع بكلين شيت، خد بونص، جاب 14 نقطه. والحارس ده لو عند ناس كتير هيفرق معاهم في الترتيب، اللي انت حارس جاب لك 14 نقطه، فده شيء من الخيال يعني. برده من معلمين الجوله دي، وبرده ما كانش حد مستني منه حاجه وفي ناس كتير قوي حطيته على الدكه، هو كانسيلو. كانسيلو جاب الجوله دي 12 نقطه، عمل خد كلين شيت وعمل اسيست وكمان خد بونس، فجاب 12 نقطه وكان من معلمين الجوله. وبرده من معلمين الجوله كان جيمي فاردي. جيمي فاردي بيرلي بيسجل بيعمل حاجات كتير، فبرضه فاردي كان من معلمين الجوله. برضه من معلمين الجوله وروعه على ناس كتير هو محمد صلاح. محمد صلاح كونسيستنت كتير جدا، مستمر، بيجيب جوان جوه جوان بره، هوم اواي، فريق كبير فريق صغير، انا هسجل. فمحمد صلاح عند ناس كتير، واكيد انت بتفكر تتخرج سنه من تشكيلتك، محمد صلاح بيسجل في اي حد. وقدنا شفنا كمان في التشامبيونز ليج ضد بورتو، سجل في بورتو جولين مش جول، فمحمد صلاح لا غنى عنه وروى ناس كتير. جاب جول ضد برينتفورد كان ممكن يطلع بجولين كمان، محمد صلاح روى ناس كتير.
نيجي بقى للفقرة الجميلة جدا جدا، هي هنجيبه وهنسيبه. فهنجيبه اول لاعب لازم تفكر فيه ولازم تفكر جديا ان انت تجيبه هو جواو كانسيلو. يقول لي يا معلم ده جوارديولا بيعمل روتيشن كتير، عارف ان جوارديولا بيعمل روتيشن كتير، بس من الناس القليله في مانشستر سيتي اللي ما بتعملش روتيشن مع ايدرسون ومع دياز هو كانسيلو. كانسيلو بيلعب في الشامبيونز ليج يمين، بيلعب في الدوري شمال، يمين وشمال، ولعب ضد باريس سان جيرمان ناحيه الشمال، وشفنا كذا لقطه لما حتى بيحاول يريح او يلعب بباك ليفت صريح هو زينتشينكو، بيقعد ووكر بيلعب بكانسيلو ناحيه اليمين. فكانسيلو موجود 100%، هيلعب بنسبه 100%، مش بنسبه 100% ولا بنسبه 90%، بس حط 10% ممكن يتبدل او ممكن يقعد على الدكه، ولكن كانسيلو مهم جدا، بيطلع بكلين شيت، بيتقدم كتير، بيعمل اسيستات، وكمان ممكن يسجل بشوطه من بره ولا حاجه. فخيار كويس جدا لو بتفكر تجيب حد من دفاع سيتي. تفكر تجيبه برده حد من دفاع تشيلسي. حد من دفاع تشيلسي، لابد حد من دفاع تشيلسي يكون عندك في التشكيله. عندك اربع لاعبين تفكر فيهم، هم اللاعبين دول الاساسيين واللي بيلعبوا بنسبه كبيره مع تشيلسي في الدفاع. اول واحد بيلعب ما بيتغيرش هو روديجير. روديجير ممكن تلاقي كريستنسن اتغير، تياجو سيلفا اتغير، سبالجويتا حتى اتغير، ولكن روديجير ما بيتغيرش، ده اول واحد. تاني واحد يجي بعد على طول سبالجويتا. سبالجويتا بيلعب لاعب، بيلعب دفاع ثالث، يعني مدافع ثالث في الطريقه 3 4 3، وبيلعب كمان باك رايت لما ريس جيمس ما بقاش موجود. فروديجير رقم واحد، كانسيلو رقم اثنين، كريستنسن شفناه بيلعب في مباراه كبيره، ممكن الماتشات الجايه نلاقي كريستنسن هو الاساسي وتياجو سيلفا على الدكه. والرابع واكيد عند ناس كتير، وناس كتير راحت جابته، هو ماركوس الونسو. ماركوس الونسو ممكن في اي لحظه تلاقيه بيتبدل، ممكن في اي لحظه تلاقيه يعمل روتيشن مع تشيلويل. ده اللي هنعرفه في ماتش للتشامبيونز ليج مع يوفنتوس. لو الونسو لعب ماتش يوفنتوس ممكن بنسبه كبيره ما يلعبوش الماتش الجاي، ممكن بنسبه كبيره ما يلعبوش الماتش الجاي، ولكن لو ما لعبش ماتش يوفنتوس هيلعب الماتش الجاي. بس انا عارف يعني هو توخيل معجب جدا بالونسو، فممكن الونسو يلعب في ماتش للتشامبيونز يوفنتوس ويلعب ماتش الدوري عالي جدا. فحد من دفاع تشيلسي لازم يبقى عندك حد من دفاع تشيلسي، لو حتى لو عندك واحد، لو بتفكر تجيب لاعب تاني جيب. دفاع تشيلسي حديدي، دفاع تشيلسي ما بيروحش منه كلين شيت بسهوله، حتى المباراه الجايه تقريبا عنده 5 أو 6 ماتشات سهلين عن تقريبا منهم بيرلي ونيوكاسل ونورويتش وكذا فريق تاني. فالماتشات الجايه لتشيلسي كويسه، الماتشات الجايه حلوه جدا لتشيلسي. لو تفكر حد منك يديك حلول هجوميه هو الونسو، لو تفكر حد يجيب لك كلين شيت وممكن ينتج جول من ماتش او ماتشين هو روديجر. في اللي هنسيبه بقى هو لوكشو. بعيد عن لوكشو، طلع مصاب الجوله اللي فاتت وطلع مصاب ضد استون فيلا، ولكن لوكشو كلين شيت ما بقاش يطلع بكلين شيت كتير، بقى له تقريبا 3 او 4 ماتشات ما بيطلعش بكلين شيت، ما بيتقدمش كتير، ما بيعملش الدور الهجومي كتير، ما بيرفعش كتير، مش هيطلع لك باسيستات كتير، مش اللي ممكن تبيعه وتجيب بدل الونسو عادي جدا. لكن شو عندك، لو انت خلاص ما عندكش تغييرات وبتفكر تجيب حد تاني لشو، خلي شو عندك اجباري، ولكن لو انت عندك تغييره ومش هتعملها في حاجه مهمه غير لوك شو، مشي لوك شو. لوك شو اتصاب، مش هيلعب الجوله الجايه بنسبه كبيره. كمان لوك شو ما بيطلعش بكلين شيت، ما بيعملش اسيستات، فلازم تسيب لوك شو الايام اللي جايه. اللاعب التاني اللي تسيبه برده هو ريجيليو. ريجيليو طلع باسيست ضد ارسنال، ولكن ما طلعش بكلين شيت، والايام اللي جايه هتلاقي الماتشات اللي جايه عند توتنهام بنسبه كبيره مش هيطلع برده منها كلين شيت. عنده استون فيلا، عنده نيوكاسل، عنده ويست هام، عنده مانشستر يونايتد، عنده ايفرتون، الخمس ماتشات اللي جايه عنده 5 فرق اكيد هيسجلوا في توتنهام، وتوتنهام بنسبه كبيره مش هيطلع بكلين شيت. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان، توتنهام او نونو سانتو بعد ما لعب بالاربعه ورا بدل ثلاثه بقى ريجليو باك شمال صريح، بقى يعمل ادوار دفاعيه اكتر من انه بيعمل ادوار هجوميه. فريجليو ما بيتقدمش كتير، ما بيعملش ادوار هجوميه كتير، قليل جدا لما تشوفه عند منطقه جزاء الخصم. فريجليو لو بتفكر تسيبه وتجيب حد بداله لازم تسيب ريجليو. في خيارات كتير قوي افضل من ريجليو، فلازم تسيب ريجليو ولوك شو. هات كابتن مين؟ عندك في الكابتنه المضمونه لوكاكو ضد ساوثهامبتون. ساوثهامبتون دفاعها مش قد كده، لوكاكو ما بقاله ماتشين بلانك ضد توتنهام وضد مانشستر سيتي، فلوكاكو كابتنه مضمونه اكيد هيعمل حاجه الجوله دي، بلانك جولتين، فالجوله دي لا محاله لوكاكو هيعمل حاجه، لو ما طلعش بجول او ولا جونين هيطلع بهاتريك. فلوكاكو لو عندك في تشكيله كابتنه، كابتنه مضمونه ضد ساوثهامبتون. في الكابتنه الصايعه عندك كريستيانو رونالدو ضد ايفرتون في الاولد ترافورد. تقول لي كابتنه صايعه، اقول لك كابتنه صايعه. دفاع ايفرتون مش القوي ومش الضعيف، ممكن في جوله طلع كلين شيت وممكن في جوله يخش فيه 3 اجوال. فرونالدو في اولد ترافورد الجوله اللي فاتت ضد استون فيلا بيطلع بلانك
تاني بعد ماتش ويست هام اللي جاب فيه جول واحد بس المباراه دي يطلع بلانك في الاولد ترافورد، تاني مباراه في اولد ترافورد، فلما حل رونالدو ممكن يسجل في الجوله دي، فجوله صايعه او كابتنه صايعه، فكر في كابتنه رونالدو ضد ايفرتون هتبقى صايعه والناس كتير مش هتكابتنه. في الكابتنه الصايعه برضو عندك فاردي ضد كريستيان بالاس، زي ما قلت لك برضو في الجوله اللي فاتت في الكابتنه الصايعه ضد بيرلي وسجل، برضو في الكابتنه الصايعه الجوله دي ضد كريستيان بالاس هيسجل فاردي. انا عارف فاردي هيسجل لما حاجه، فاردي بيسجل في الكبير وفي الصغير وفي اي حد، فاردي كابتنه صايعه ضد كريستال بالاس. في الكابتنه الريسكي عندك اول واحد محمد صلاح ضد سيتي، هتقول لي ريسكي محمد صلاح، اقول لك اه محمد صلاح ريسكي لان عنده مانشستر سيتي، مانشستر سيتي لسه خسران من باريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج، فهينزل ضد ليفربول عايز يكسب، اه هيلعبوا مباراه في الانفيلد، اه مباراه هتبقى صعبه على سيتي، اه محمد صلاح ممكن يسجل، محمد صلاح بيسجل في اي حد، بس لو عندك اي حد عندك مثلا رونالدو او لوكاكو غير صلاح كابتن رونالدو او لوكاكو، لكن لو عندك صلاح بس من غير رونالدو من غير لوكاكو كابتن صلاح. صلاح ضد سيتي ممكن يسجل 50 50، ممكن يسجل ممكن ما يسجلش، ولكن كابتن ريسكي محمد صلاح. في الكابتن برضه الريسكي عندك اسماعيل صار ضد ليدز يونايتد، ليدز يونايتد دفاعها مش احسن حاجه، مارسيلو بيلسا بيحب يلعب بالسيكسي فوتبول ويحب يفتح ملعبه، فاسماعيل صار ممكن يخطف جون او جون اسيست ضد ليدز يونايتد. برضه في الكابتن الصايعه عندك انطونيو او كابتن الريسكي عندك انطونيو ضد برينتفورد. برينتفورد شفنا الماتش اللي فات ليفربول بيخش فيه 3 اجوان وبيجيب 3 اجوان، ولكن برينتفورد دفاعها مش السهل، اه ليفربول سجل فيها اجوان عشان ده ليفربول، ولكن انطونيو ممكن يخطف حاجه، ممكن بالرحمه يخطف حاجه، ولكن كابتن ريسكي جدا هو انطونيو ضد برينتفورد. بس دي حلقه الفانتسي في الخمسينة الجوله السابعه، وكلام على الجوله السادسه، فلو انت عندك حاجه عايز تسال فيها او حاجه سيبها في الكومنتس، هنتكلم او هرد على اي حد يكتب في الكومنتس اي سؤال، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي في فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي في الديسكربشن تحت منشن جدا انك تعمل لي فولو، واعمل اشتراك على الفيسبوك ريتويت على تويتر كمان. مع الحلقه الجايه، سلام.